نحييكم مشاهدينا الكرام بأطيب تحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدينا مع القمر. يكون القمر في برج الثور الترابي حتى الساعة 12 من ليل الخميس، ليدخل برج الجوزاء الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 9:02 من صباح الأحد. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى ليل الخميس في برج الثور الترابي، من ليل الخميس وحتى صباح الأحد في برج الجوزاء الهوائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح مبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الخميس من الساعة 3:02 مساء وحتى الساعة 12 ليلا. يوم السبت من الساعة 12:48 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 9:02 من صباح الأحد. مشاهدينا الكرام، المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة وهي لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. وننتقل لأول مكالمة. ألو. ألو، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذ. كنت بتراجع عطارد، ما يصير يعني واحد ينتقل مكان لمكان، وأني يعني واحد بالشهر لازم أنتقل ببيتي، أنا قاعدة بإيجار وهسه كملت بيتي وأريد أنتقل واحد بالشهر، فأنا من برج الأسد وزوجي من برج الجدي. والله ما أدري بعد إذا أنت مضطرة، ما شو أقول لك قاعدي بكيفك بعد بصراحة، فتوكلي على الله. يعني ما يعني هو ما يصير، يعني مو ما يصير ممنوع أو كذا، بس مو محبب. يعني هاي الأوقات مثلا ما تكون محببة اللي هي خطوة جديدة في حياة الإنسان بشكل عام. لا هي يا يوم مثلا أجلها، إذا تقدرين ورا النص السابع يكون كلش أوكي، ما بقى شيء. يعني انتظري ليش يعني لا لا حتى صيفة يدفع نفس الجار عادي. بالضبط عادي. خليها ورا 12 7، توكلي على الله إن شاء الله الأمور تكون تمام أحلى. أنت ترتاحين أكثر بعدين ان شاء الله. 15/7 اشيل ان شاء الله. ان شاء الله. اي شكرا استاذ، الله يخليك. تدللي. شكرا على هالبرنامج. اهلا وسهلا بك يا هلا. شكرا. مع السلامه. هلا. ناخذ اتصال هاتف يا اخر. الو. الو. نعم. الو. الو. تعال هوا. الو. مشاهدينا الكرام، مشاركة التواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ألو. ألو. نعم. ألو. تفضل أنت على الهواء. معك علي. أهلا وسهلا علي، كم تاريخ ميلادك؟ علي صوتك كلش بعيد، ارفع لي صوتك اذا ممكن. الو. الو. نعم. الو. نعم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بك، تفضل استاذ خلال. نعم، انت على الهواء، حياك الله عزيزي. الله يحييك. التاريخ الميلاد الاثنين من فضلك. أول شيء تاريخ ميلاد 26/7. نعم. 71. أوكي. والتاريخ الثاني؟ التاريخ الثاني 25، طبعا 25/5
سنة 33 يعني الوالدة الله يسلمها. الله يحفظها. شنو سؤالك على 26/7 لو 25/5 شنو اللي تريد على أي تاريخ؟ أولا 26/7 أوكي. أولا 26/7/71 تمام. التاريخ الميلاد قلت له عفوا يعني وقت الميلاد الساعة 2 الظهر تقريبا. حلو. بأي مدينة؟ بغداد؟ بغداد نعم. تمام. شنو سؤالك؟ يعني بشكل عام على العمل والصحة بس أيضا الزواج. أنا عندي مقدم يعني على وشك أن أتزوج مرة ثانية فبس أتأكد الوقت والحالة الآن. تمام. أنت موضوع الزواج بشكل عام عندك مشاكل يعني قلت لك يعني قبل ما تكمل كلامك قلت لك عندك انفصال بس أنت قلت لي تريد تزوج زواج ثاني. موضوع الزواج إذا صار زواج ثاني أو ثالث أو رابع مهما يكون شوية يكون حذر بي. موضوع الزواج شوية لا عندك عفوا أنا مطلق فيعني هو الزواج بطل. الثاني بس إنه ما مش إنه زاعد القصد إنه إذا صار عندك هذا الزواج وبالمستقبل صار زواج ثاني أو علاقة أو ما شابه زين كون حذر في موضوع الزواج بشكل خاص. أنت موضوع الزواج مالتك مثلاً أكو ناس يكون زواجهم أوكي أمور ماشية طبيعية يعني هاي المشاكل العادية الروتينية مو مشكلة. أنت لا أنت حياتك الزوجية بيها نوع من البرود العاطفي تكون الأجواء العاطفية أو الزوجية تكون بيها نوع من البرود مو من النوع العلاقات الحميمة تكون علاقات مثالية إلى آخره. فبشكل خاص هذا اللي موضوع الزواج اللي دا أقول لك عليه تكون حذر من إذا تريد موضوع زواج ثاني أو ما شابه أفضل يكون على تاريخ ميلادك من بعد 12/7 وإذا تصبر على شهر 7 يعني من 23/7 وصاعدا أنا ذاك تكون الفرص أوكي لك إيجابية أفضل من الفترة الحالية. لا ما أنصحك نهائيا لا أنت ولا غيرك يعني موضوع زواج خطوبة عمليات تجميل هذه الأمور كلها مرفوضة أو غير يعني غير إيجابية بشكل عام. فيفضل أن تأجلها بعد منتصف شهر 7 بما أنه أنت برج الأسد فخليها على 23/7 يعني بقالها كان زيدها في 10 أيام إن شاء الله الأمور تمشي أوكي. أوكي شكرا هذا من ناحية الزواج. من ناحية العمل والصحة وضعك طبيعي. نعم. العمل والصحة وضعك طبيعي. العمل أوكي إذا أنت تشتغل وضعك أوكي. الصحة كل الزينة لك أحسن شيء عندك مجال الصحة. إذا أنت بجسمك من النوع اللي إلى قابلية للسمن دير بالك لا تسمن بس من ناحية صحية الوضع على طول السنة أفضل شيء عندك هو الصحة والعمل. من ناحية الوالدة الله يحفظها من ناحية العمل من ناحية العمل الآن السوق تقريبا شبه متوقف. أنا من سكان دبي نعم. بس هل تشوف إنه في تحسن في الوسط الثاني إن شاء الله الجزء الثاني من السنة الجزء الثاني شوية من السنة أو هي ورا 12/7 زين بشكل عام يعني هي ورا 25/6 الوضع شوية يبدي يصير زين تدريجيا والافضل انا اشوفه ورا 12/7 من يعني على خلينا نقول شهر 8 وصاعدا الاوضاع نسبيا اقتصاديا اذا شخصيه على مستوى شخصي او عالمي مثلا الوضع الاقتصادي راح يكون ان شاء الله يبدي يرجع طبيعي نسبيا يبدي يتحرك يرجع يعني يكون ايجابي افضل ان شاء الله. هاي الفتره لا يعني إن شاء الله. الفتره إن شاء الله. هاي اللي راحت كلها تعبانة كلش فمثل ما قلت لك وراء 12/7 أو يعني يبدي ينتعش أو يرجع ها يتحرك نوعا ما أفضل من الست شهور اللي راحت. هذا من ناحية العمل والصحة أو من الوضع الاقتصادي بشكل عام. من ناحية الوالدة الله يحفظها هي من مواليد 25/5 نعم برج الجوزاء 25/5/32 برج الجوزاء الساعة 6 الصباح الفجر ما شاء الله تعرف الساعة هي تعرف اوكي احنا سوينا لها عمليات وهي صحتها بس اذا اعرف من ناحيه الصحه ومن ناحيه اللي نريد نسفرها نرجعها الى احنا في اوروبا نريد نرجعها للشرق الاوسط بس بس اشوف من ناحيه صحتها ومن ناحيه السفر
شو وقت الوقت المناسب نرجعها. اوكي، من ناحيه صحيه كمواليدها وكبرجها ما عندها مشكله، الحمد لله والشكر. هذا هذا الوضع طبيعي مستقر، يعني هي العفو شخصيتها، يعني هي شخصيا من ناحيه الصحه ما عندها اي شيء يدعو للقلق، وضعها مستقر نسبيا، اي شيء يصير هذا يكون غير، يعني يكون شيء عابر العفو، غير مرتبط بتاريخ ميلادها. ما عندي فد شيء احذرك او احذرها اقول لك انتبهين لفلان شيء معين الى كذا الى اخره. فإذا واجهتها أي مشكلة صحية لا سمح الله فتكون إن شاء الله يعني ما تستوجب القلق أو يعني تثير مخاوفكم إلى آخره، يكون تكون أزمة عابرة لا أكثر ولا أقل. مع ذلك يعني تنتبه لصحتها إن شاء الله، ما عنده شيء أحذرها أبدا. بما أنه هي هم احتفلت بعيد ميلادها، يعني راح يعني حاليا الشمس في برجها، فوضعها من ناحية صحية وكذا كل أمورها أوكي. ومثل ما قلت لك أي شيء بشكل عام من ناحية السفر الأمور هذه كلها حاليا الفترة لا غير إيجابية بتاتا، أنصحكم بها. وبعد 12/7 الأمور تبدي تدريجيا نوعا ما، ها إن شاء الله ترجع نوعا ما تتحسن أو ترجع على طبيعتها شوية شوية، مو رأسا بيوم وليلة. لا رادلة شوية شوية. شكرا ساقي. إن شاء الله تدلل. أنا عندي غلبتك كثير وأخذت كثير من وقتك، بس سؤال واحد. البنت اللي أنا على أساس رح أتقدم وده نتقدم عليها، أنا 26/7/71 هي 11/11/89، هل هذا مناسب؟ أنا أعرف أنت قلت لي بتعد الفترة الحالية، بس كان برج البرج 11/11/89 26/7 دقيقة 91، هل في تناسق بين البرجين؟ هي عقرب طبعا. تمام. ماشي الحال، ماشي في وسط فوق الوسط العلاقة. نعم، إذا كانت الرغبة فعلا صادقة ومتبادلة بين الطرفين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا غلبناك معنا. تدلل. أهلا وسهلا بك. أهلا، مع السلامة. مشاهدينا الكرام، مشاركة التواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة وهي الاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ألو. تفضلي. مرحبا استاذ، انا اكبر حكيت معك. تفضل على انت على الهواء، بس الصوت شوي مو واضح. العفو. الصوت مو واضح والله، كلش الشبكه عندك مو زينه. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم. مشاهدينا الكرام، المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة ما هي لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ألو. أيوة، معك أمجاد من ليبيا. أهلا وسهلا أمجاد. 12/6/1987 جواد. ساعة بيش أمجاد؟ آخر مرة اتصلتي سألتيني 10 صباحا. أي، وانقطع الخط. عشرة صباحا. 10/6 راح احفظ تاريخك هنا بالكمبيوتر حتى مره ثانيه ما اقدر. نعم. 12/6/1983. اوكي امجاد، الفتره الحاليه اللي احنا بيها فتره غير ايجابيه من ناحيه الارتباط بشكل عام. اوكي، انت ذكرتي لي انه انت تعاني من مرض السكر حسب ذاكرتي اذا انا مو غلطان، صح؟ صح. من الخريطة، أوكي، من الخريطة ما عندك مشكلة يكون عندك هذا المرض. نعم، إذا كنت ولدتي الساعة 8 صباحا وليس بالعاشرة صباحا توقيت ليبيا. العاشرة صباحا إذا عندك. أوكي، أنا يعني بس دا أقول لك. الجواز. نعم، من ناحية صحية لا تخافين، يعني من ما عندك شيء من الخريطة يدعو للقلق، ولا من ناحية الزواج أيضا. وعن الجواز ما عندك مشكلة، عندك فرصة بعد 25 حزيران يونيو الحالي. لما جو مخطبط وزيب. أوكي، عندك فرصة بعد 25 حزيران يونيو من هذا الشهر آنذاك، بعد ما تعود كوكب، يعود كوكب الزهرة. يمكن نسمع من التلفزيون. اسمعي من التلفزيون. نعم، اسمعي من التلفزيون.
حاليا مواليد برج الجوزاء كوكب الزهرة المسؤول عن العاطفة والارتباط بشكل عام، هذا الكوكب حاليا موجود في برجكم ولكن في حالة تراجع. عندما يكون في حالة تراجع يفضل عدم المبادرة بأي علاقة عاطفية أو إتمام أي خطوبة أو زواج أو عملية تجميل أو ما شابه، حيث لأن كوكب الزهرة مسؤول عن هذه الأشياء، المسؤول عن الجمال والعاطفة إلى آخره، فيفضل عدم المبادرة بأي خطوة من هذه الأمور اللي ذكرتها. لما نعود إلى حركته الأمامية الإيجابية بعد 25 حزيران يونيو 25/6 الحالي وصاعدا، أنا ذاك يعطيكم فرصة إيجابية أنه تبدون بعلاقة جديدة أو تعززون علاقة قائمة إذا كنتوا راضين عنها، واللي عنده علاقة غير متينة تنتهي وتحل محلها علاقة أخرى جديدة. هذه الفترة تكون من 25/6 حزيران يونيو لغاية 7/8، يعني عندكم شهر آخر شهر 6 وشهر أيلول سبتمبر، العفو شهر تموز يوليو كله كامل 31 يوم، وبالإضافة إلى الأسبوع الأول من شهر آب أغسطس أنا داق تكون عندكم الفرص المثالية. أنت شخصيا ما عندك مشكلة أو شيء يدعو للقلق من ناحية الزواج، فمسألة وقت إن شاء الله لا تفكرين به والله يرزقك إن شاء الله. مشاهدين الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. كسوف الشمس في الساعة 9:40 من صباح يوم الأحد الموافق 21 من حزيران يونيو يولد القمر هلالا في برج السرطان المائي، وسيحصل كسوف للشمس في نفس البرج، ويمكن رؤيته من منطقتنا وأجزاء من أفريقيا وجنوب باكستان وشمال الهند والصين. يحصل كسوف الشمس عندما يقف القمر حائلا بين أشعة الشمس والأرض، إذ يتواجد ثلاثتهم الشمس القمر والأرض على خط واحد. في هذه الفترة نشعر بضغطنا من قوة شخصيتنا، كما نفقد السيطرة على عواطفنا. نلاحظ أيضا أن الطيور في السماء والأسماك في البحار تفقد اتجاهها ويصيبها نوعا من البلبلة. كان المنجمون الكلدانيون والبابليون أول من نجح في التنبؤ بحدوث كسوف للشمس، فقد اكتشفوا أنه بعد حدوث كسوف ما يعود كسوف آخر ليحدث في نفس الموقع بعد مرور 6555 يوما. هذه الدورة التي تستغرق نحو 18 عاما معروفة باسم دورة ساروس، وقد عرفها البحارة من قرون عديدة. كان الاعتقاد الشائع لدى الشعوب القديمة لا سيما الصينية وقبائل المايا في أمريكا الجنوبية أن ثمة ثعبانا ضخما يحاول ابتلاع قرص الشمس عند حدوث الكسوف. ما زال بعض الفلاحين في أيامنا هذه في بعض أرجاء العالم يخشون الكسوف، فيرتدون لباسا أحمر ويطون الأشجار الفواكه باللون الأحمر ليحموا أنفسهم وأشجارهم من أشعة الشمس. عند حصول الكسوف يفضل الامتناع عن اتخاذ قرار هام والإحجام عن أي التزام والامتناع عن شراء حاجة ثمينة. قد نتعرض أيضا لحالة نفسية أو جسدية غير مريحة، ويفضل عدم إجراء عمليات جراحية، كما يجب الحذر من الأدوات الحادة والكحوليات. هذه فترة سيئة أيضا للمنافسة في المباريات الرياضية، ويزول التأثير السلبي للكسوف غالبا بعد 3 أيام. مشاهدينا الكرام، المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، ما هي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. ألو. ألو، مرحبا. مرحبا، أهلا بيك. أستاذ خلاد أدي ابني الله يخليك، 11/6/2005 دقيقة، ما بين 10:30 صباحا 11/6 2005 ساعة 10:00 إلى 10:15
2005 صباحا. ما بين 10 ونص الى 11 لرب صباحا. تمام. مستقبل وضعيته بس ابتعدي عن التلفزيون بلا زحمه. مستقبل وضعيته صحه. اوكي. هو من مواليد برج الجوزاء 7 8 9 6 5 ارقام 2 و 5 و 6. اوكي. نعم. كحظ طبيعي من الارقام من الخريطه ايضا طبيعي، ما عنده فد شيء يدعمه ولا بنفس الوقت فد اشياء تعرقل عليه حياته بصوره خاصه. الموضوع الشيء الوحيد اللي يكون عنده مكهرب او غير مستقر موضوع الزواج. هذا الشخص هذا من النوع اللي يكون قد يتعرض لعملية مثلا انفصال أو طلاق، أو حياته الزوجية شوية تكون غير مستقرة مقارنة بباقي الناس العادية بشكل عام. باقي الأمور طبيعية من ناحية مالية، وضعه كلش إيجابي إن شاء الله، رغم أنه يكون هو إنسان مبذر بس عنده فرص أنه يكون إنسان غني، وبنفس الوقت في مجال العمل وضعه يكون إيجابي جدا، يقدر يوصل إلى مركز اجتماعي مرموق إذا هو حط هذا الشيء براسه وسعى له. أوكي. شهادة بالمستقبل. نعم. شهادة يعني تحصيل علمي بالمستقبل. هو ده أقول لك يعني هيصير عنده مجال للشهرة إذا هو حط هذا الشيء براسه، إذا ما حط شيء هذا براسه لا ما عنده أي شيء. الصحة. الصحة ما عنده مشكلة، ينتبه هو الجهاز التنفسي العصبي كواحد من مواليد برج الجوزاء، بنفس الوقت إلى منطقة المعدة، هاي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة. عموما أيضا ما عنده شيء يدعو للقلق من ناحية صحية بشكل خاص. شكرا جزيلا، بارك الله. أهلا وسهلا بك، أهلا، مع السلامة. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. مشاهدينا الكرام، مشاركة التواصل، أرقام الهواتف التي تضربها حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام. البرج العالي. ألو. برج. ألو. نعم. برج العالي. تفضل. مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. أحكي ويا سعد. أنت على الهواء بس شوي ابتعدي عن التلفزيون بلا زحمة عليك. إيه نعم. أي خالص. شكرا. أنت على الهواء تفضلي. ايه احكي وياه بعدين. انت وياي؟ لا لا، مو ابتعدي على التلفزيون. انت وياي؟ احكي وياك؟ اي اي تفضلي. هاي معليش بالتلفزيون، التلفزيون ورا ورا ايش 30 ثانية يلا توصل لكم الصورة. ها 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 ها. ايه ليش اقول لك ابتعدي يعني من اللي يخابرون حتى تركزين على التليفون او في التلفزيون. تفضلي. ها ها. 20/3/88 20 بين 20/3/88 اوكي. الساعة بين 1:15 بالليل إلى 1:30. أريد عمل صحة. 1:15 ليلا. 1:15 إلى 1:30 تقريبا. اوكي. إي طالع والحظ، وأريد صحته لأنه هو سوى حادث كبير. 20/3 الحمد لله زين، غيبوبة كان إي وصار زين يعني، بس أريد أشوف صحته زينة بعدها يعني زينة. الزواج كان خاطب وصفخ يعني خريطة هيك شيء مختصر. الله يخليك. إن شاء الله. إيش وقت هاي جاوبني؟ هسه جاوبك. هو بس أتأكد إيش مو شيء من برجه. يمكن حوت بين حوت وبين حمل. مرات يكون حوت مرات حمل. أعطيك يعني جواب ال 20/3/88 88 بس الصبح يعني 19/20 نعم بالليل يعني 1:15 بين 1:15 قول بين 1 و 1:30. لا هذا أي. برج الحوت. اوكي. اي الحوت انا يعني قلت نعم. إيه؟ بعد ما صار بال 12 اللي جاي يوم 20 ساعه ورا ال 12 الظهر يلا يكون الحمل. عموما هو من النوع اللي عنده مشاكل بالفخذين، ولو من اللي عنده بالركبه والجلد والاسنان اكثر ياهو منهم، بس حتى تيجي تطالع الاكيد وين عنده مشاكل بالركبه والجلد والاسنان، لو بس بالفخذين وهاي الاشياء. ايه
بالفخر عندي افخاذ مرات يتخلص عارف يعني طوبه هو اوكي طالع القوس يتخلص. تمام طالع القوس ايه طالع القوس هو عصبي شويه يعني. اوكي من ناحيه الزواج ما عنده مشكله، من ناحيه الحادث ايضا ما عنده مشكله، يعني هو ك انسان طيب بشكل عام ما عنده مثلا هذا الكوكب اللي يشير على انه يتعرض لحادث على سبيل نعم. المثال من هذا الشيء، فان شاء الله يكون هذا الشيء عابر وما يتكرر وياه. نعم. من ناحيه الزواج ما عنده مشكله ايضا، بالعكس يكون عنده اكثر من فرصه للارتباط مثل ما تفضلتي، شلون خطب ويتزوج مره ثانيه الى اخره. هو خطب وفسخ شيئا احد بالهذه ما عنده مشكله. اي من ناحيه الزواج اوكي. نحن. ما عنده شيء، شنو بعد؟ يعني يتاخر بالزواج. لا اذا ناوي يريد يتزوج وعنده يعني تحطوها براسه او هو عنده عنده هذه الفرصه يعني. القويه من الخريطه مالته من 7/8 لحد 6/9 او لحد 15/9 هيك شيء، هاي الفتره هو تكون يقول سنه بعد سنه ما تزوج يقول خليه يقول هو ذاك اليوم فرصه هو حتى هسه حتى لو يتزوج هو هيك يقول مو ايه. اوكي هذا حتى لو يتزوج يكون عنده زوجه ويكون عنده صديقه يعني ما راح يستحي ايه راح هو هيك عنده هو عنده هذا الشيء فهذا ما يقول لك ما اتزوج ما شنو هذا خلي يحكي لك اياها الك مو الي انا علي لا ما تنجح هذا راح يكون عنده اثنين ثلاثة يمكن يتزوج واحدة ثانية وثالثة بالسر أو يكون مصادقهم برا البيت هذا صحيح اي فما يقول لا وما أريد وما شنو هذا لا ما لا يعني صحته ما أبي شيء صحته لا ما عنده مشكلة يعني ما لا إن شاء الله ما عنده لأن 26 يوم بالإنعاش كان بغيبوبة بعدين ما من الخريطة مالته ما أدري لازم أرجع اليوم الحادث وأشوف الوضعية شنو بعدين هاي فإن شاء الله تعرف بس المهم لا تفكرين بها لا خليها ببالي عافية ليل ونهار مو شغلة شوية يعني من ألمانيا ذا خابرك أهلا وسهلا شغلة شوية بعيد بلوكسمبورغ وإحنا بألمانيا وأخاف عليه بالطريق لا تخافون لا لا إن شاء الله ما عنده مشكلة لا يعني ان شاء الله كان فد شيء مره العمل شلونه العمل العمل السنه الفاتت كانت احسن بصراحه حاليا هذه السنه وضع طبيعي مستقر ما عنده يعني فد اشياء تدعمه في مجال العمل ولا بنفس الوقت اشياء تعرقل عليه نقدر نقول على وضع طبيعي ان شاء الله مستقر اه اه كان على اساس الشهر السابع عنده ترفيع ما اعرف يرفعوا له ما اعرف الشهر السابع اي اوكي الشهر السابع له يكون حلو من قلت لك من 7/8 لحد 6/9 ان شاء الله يعني هو بشكل عام من ناحيه الشراكه العمل العاطفه هاي الامور كلها تكون اوكي ان شاء الله يعني يتزوج هو اكو عنده زواج واطفال ما يبين هسه مو يبين ما عنده مشكله لا 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 ابدا ما عنده مشكله يتزوج ما عنده حتى اطفال ما عنده لا يتزوج واحتمال متزوج بس ما قايل لكم لا 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 عايش وياي هو ايش بدري هو عنده صديقه اي بعد شكو عنده اي هذا هو اوكي اهلا وسهلا الله يخليك مع السلامه يا هلا ناخذ اتصال هاتفي اخر الو نعم تفضلي مساء النور يا هلا 27/4 اوكي كذا أي ساعة وبأي بلد؟ الرابعة ونص صباحا الجزائر الرابعة ونص صباحا الجزائر عارف عادة العفو مدى أسمع صوتك ارفعي صوتك شوي ارفعي صوتك نعم الطالع الحمل الحد والزواج والصحة اوكي من ناحية الزواج ما متزوجة انت نهائيا ما عندك مشكلة اذا ما متزوجة عندك موضوع الزواج بالعكس جدا ايجابي قد تتزوجين من شخص يكون صاحب مركز اجتماعي مرموق او انسان كريم انسان غني او يكون طيب جدا في تعامله معك بشكل خاص موضوع الزواج لا تفكرين به ولا تشيلي له هم عندك فرصة من خريطة نعم من غير محافظة ولا نفس المحافظة هذا الشيء ما يعني غير وارد عندك بالخريطة بس موضوع الزواج طبيعي وإيجابي وليس سلبي الحمد لله
عندك فرص إيجابية من ناحية الزواج من الخريطة من 28/10 لغاية منتصف كانون أول ديسمبر. أوكي؟ من 28 أكتوبر لغاية 15 ديسمبر. عندك فرص يعني تقريبا شهرين. نعم. صحة. صحيا أنت كوحدة من مواليد برج الثور انتبهي إلى منطقة الرقبة، الحنجرة، اللوزتين، الغدد بشكل خاص أيضا. هاي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة. من الخريطة ما عندك شيء يدعو للقلق، وضعك الصحي مستقر، للأطفال ما عندك مشكلة الحمد لله والشكر. خريطتك جدا طبيعية، لا تفكرين بشيء سلبي نهائيا، الحمد لله جدا حلوة. أوكي. ممكن تعرف ثاني من فضلك؟ نعم. 31 مارس. مارس 31 مارس 1981 صح؟ نعم. أوكي. الساعة 1:30 صباحا. التوافق؟ لا، بدأ طالع والصحة والمال. اوكي يعني هذا اوكي. 31 1981 8 صباحا. هو من مواليد برج الحمل الطالع الثور، هذا يكون عنده مشاكل بالزواج. اوكي، يعني قد يكون عنده طلاق او انفصال او ما شابه، أو قد يتزوج مرتين على سبيل المثال. موضوع الزواج يكون عنده شائك ومقهرب، يعني غير مستقر. إذا صار عنده زواج أو شيء توجب عليه أن يكون حذر أو دبلوماسي جدا في تعامله مع الطرف الآخر. من ناحية صحية ما عندهم شيء يدعو للقلق، بس إذا حس بأي شيء غير اعتيادي يتوجب عليه أن يراجع الطبيب للفحص والتأكد من السلامة في سبيل أن يبقى بالسيف سايد. إن شاء الله أكون جاوبتك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو. تفضلي. تفضلي أنت على الهواء. مشاهدين الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تطرى مع حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة للسلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ألو. 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 نعم. ألو. نعم تفضلي. ألو. أنت على. ألو. مساء الخير. مساء النور يا هلا. أنا حكيمة من الجزائر. أهلا وسهلا حكيمة. كم تاريخ الميلاد؟ عندي 3/7/1976. ساعة الولادة؟ على 11 صباح. 11 صباحا؟ نعم. أوكي. توقيت الجزائر. تمام. شنو السؤال؟ ابتعدي عن التلفزيون. نعم. على الزواج وعلى الصحة وعلى الرزق. أوكي. أنت من مواليد هذا التاريخ لمواليد برج السرطان، هذه السنة من ناحية هو بشخصيا ما عنده شيء أو تأخير من الخريطة من ساعة الولادة، تأخير أو تعطيل في مجال الزواج بتاتا. من ميلاده، من تاريخ ميلاده، هذه السنة هي سنة مثالية إلى الارتباط. هذه الفرص مستمرة وما زالت قائمة، تستمر معها لغاية آخر شهر ديسمبر من هذه السنة. إن شاء الله تضبط وياه، فرصة حلوة. أفضل فترة عاطفية للارتباط والزواج إلى خلال هذه السنة وقريبة، الفترة اللي تكون واقعة ما بين 7 آب أغسطس ولغاية 6 أيلول سبتمبر، من 7/8 لغاية 6/9. هذه الفترة المثالية لمواليد برج السرطان من ناحية الارتباط العاطفي خلال عام 2020. فاللي يحب ينتظر هاي الفترة تكون إيجابية له. من ناحية صحية، أنت كوحدة من مواليد برج السرطان تنتبهين إلى منطقة المعدة، القولون، أمراض الدورة الدموية بشكل عام. عموما من تاريخ ميلادك أيضا ما عندك
شيء يدعو للقلق من ناحية المادة. السنة هذه طبيعية رغم حاليا أكو نفقات نعم، بس السنة المقبلة حتكون أفضل إن شاء الله. سنة 2021 تكون عندكم مكاسب مالية آنذاك قد تكون على الأغلب من تركة أو توفير أو ادخار أو أي مبلغ إلى صلة طرف ثاني. إن شاء الله أكون جاوبتك حكيمة. نعم، إذا محظوظة حظ 5 3 3 6 2 3 6. نعم، من الأرقام محظوظة من الخريطة طبيعي. إن شاء الله أكون جاوبتك. مشاهدين الكرام، للمشاركة والتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج، ألتقيكم بإذن الله يوم السبت المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، تقبل تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون الشرقية، مع السلامة.